سوالف عطنا سوالف. مجلس جلسة في في شاي؟ في شرب شاي يروح ما ادري هذه موجود فيها ولا لا. فاضية؟ فيها. عسى بس يكون حار، يكون حق الصباح. إيه هذا كبير. متى الليلة الأردنية يا حبيب قلبي؟ أنا جايكم الحين عشان إيش؟ نتفق بعض الأمور. عشان ناخذ أفكار ونحط أفكار. شو قالوا لك؟ الليلة الأردنية إن شاء الله يوم الهادي. يوم إيش؟ يوم الوداع. نفس اللي صار معك يعني، عندي سبحان الله عندي اثنين اعتذروا. كان المفروض يجوا تذكر الليلة الأردنية اللي كنت حاطها يوم 48 حياتك 48. إيه. في اثنين اعتذروا. حتكون في نفس اليوم طيب؟ شاي شاي شاي. اللهم صل على محمد. حيكون انتم عندكم شغله، شغله الشباب محتاج تقريبا 13 يوه 13 سوى واحد. ها 13 واحد من الشباب يتوزع باللوكيشنات، كل واحد يعطيه بيتين شعر. سواحل بيتين شعر. انت قلت اول سواح صح؟ كان بيقول شخص واحد فقال واحد شو واحد ما ادري 13 واحد 13 شخص 13 واحد كان يقول سواحل اول ايوه شبكت وزعهم على اللوكيشنات. حلو كل واحد حيبي 200 شعر، بعدين حيكون في حاجات حلوه ان شاء الله نسقها. ايش حيكون فيه؟ اعطونا افكار يلا اعطونا افكار. في هدايا يا اخي نبي انا نبي اعرف والله هدايا قاعد ادور على ابغى اسر منتجه دبكات نبي شيء كذا نبي نتحرك يا اخي. طيب اعطونا اعطوني افكار. انا صراحه دورني عند الدبكات لكن استانس بنبسط هذا جوي. ابشر محتاج كم دبكه؟ دبكون اجيب كل واحد واحد يعلم الدبكه. ايش رايكم نحط فقره تعليم الدبكه؟ بس هذه بتاخذ وقت طويل صح؟ لا 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 بس فرقة شعبية كذا حلوة زي ذاك اليوم. احنا نقلدهم خلاص ويذبحوا لهم خمس دقائق حلو. ايوه المهم نكلم الراعي لنا ولا هم يجيبوا من عنده شيء جاهز؟ اذا كان عندهم شيء جاهز ما في دبكات شيء جاهز. الدبكات معروفة على مستوى الشام كلها اغاني. يعني فرقة الدبكات جت معي ذيك اليوم كان بمكانهم يشعلوا الدنيا كلها. قسم بالله المقطع يوصل مليون بيوم واحد. بس يا اخي كل ما يسمعوا شيء يقول لك هذه ما عليه اي شيء. كويس انه مدبر نفسه على هذه. يعني كان ادائهم يعني يقول لك ولا ربع ادائنا اصلا. من جد ترى عندهم فيديوهات والله رهيبه. شوف فيديوهاتهم رهيبه رهيبه جدا. يشعل وينط ويجي ويروح شغل. يلا حسن تعال ابغى لي افكار افكار اطبقها. ولكم ولكم الحقوق يعني. يوم الحفل اعطيكم حقوق ال انت كنت كاتب ورقه اول اذكر في الكمبيوتر موجوده كاتب ورقه على الاردنيه. لا لا خلي ورقه ذيك ابغى افكار مثلا احط ركن لكذا ركن كذا اسوي فقره كذا اعمل كذا. انا شو اول شيء انك تجيب توزع اوراق على الشباب ايوه تذكر فيها الاثار والمعالم الاردنيه مثل ما سوى احمد الناحي في الكويت. أيوة. كل واحد مع ورقه بيتين شعر ويتكلم عن الاردن عدد سكانها مساحتها معلومه حلو يستفيدوا منها الناس اول شيء وانك عملت شيء يعني شيء جديد وناس ما يعرفون وتتكلم عن الملك انت عاد بطريقتك يعني والشباب يتكلموا فرضا من عدد مدنها كذا ومن اكبر المدن وعاصمتها بس ترى ما بتكون على المسرح يعني عشان يطلع شباب يتكلموا لا 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 هم لما يحطون ابيات نفس الطريقه تمر عليهم وكذا. شوف هذه فكره الابيات بنمر على كل لوكيشن على السريع. احتمال انا ما اكون امر معكم احتمال انا اكون مثلا قاعد في المكان اللي اسمه مثلا عمان انا اكون مثلا موجود في المكان حلو لابس زي الاردني وقاعد تلف على كل اللوكيشنات بعدين ايش نتجمع في لوكيشن واحد. فكره السكان والسكان وهذه يمكن اخليها بش اسمه المعلومات العامه خليها بتقارير تقارير تلفزيونيه يعرض مثلا فيديو يعرض عليها تقارير. طيب قول لي سوي تقارير بس بشرط حط الشباب يتكلموا يصلح الشباب يتكلمون مثل ما سوى سرور يوم رحمه الله الشباب كانوا يتكلموا جابهم صوروهم طلب من اسعد كل واحد صور يعني حفظ له نص سطرين سطور تكلم قصدك ليلة نجدية ولا رحمة الله؟ ها؟ ليلة نجدية ولا رحمة الله؟ رحمة الله تكلم طيب. عن الرسول كل واحد تكلم عن الرسول عليه السلام اي اللهم صل على محمد فتكلموا طبعا سجلوا التسجيل كان كله ما اخذ يمكن ربع ساعة منه او 20 دقيقة لان صوت صورة ولا صوت بس؟ لا صوت وصور حلو فتكلم زي كذا وكنا يعني مثل انت لو تحط علم الاردن على الشباب يتكلمون في واحد حط علم الاردن تطلع في الشاشه تابع التقرير معنا التالي الاردن كذا 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 هذا كيف الطريقه كل واحد يحط العلم على كتفه يعني شيخ بس اكتبها هذه فكره الفيديو صح المشكله شوف المشكله انه الحين ضغط على الاعداد لا سجلهم بعد الفجر فاضيين تدري ضغط على الاعداد بايش اللهم صل على محمد الليمنيه الاردنيه الكلاكيات المدري ايش كله ضغط على الكلاكيت خلاص بكره الله يعينه فايز الكلاكيت اصبر
طيب شو قلت تسجيل الفيديو يعني بعد في تدشين بعد احمد سعود في خمس تدشينات خمس تدشينات اليوم كل يوم في تدشين الظهر ليوم الاحد كله تدشينات فحيكون المضغوط سواء تدشين او ليله تدشين او ليله تدشين او ليله بكره عندي تدشين المغرب انت عندك تدشين بكره؟ بكره وش الجمعه صح؟ بكره لا حبيبي انت يوم الجمعه؟ بكره الخميس لا بكره ما في بكره انت عندك يوم الجمعه؟ بكره عندي الجمعه متى؟ لا الجمعه بعد بكره صح بكره الخميس الجمعه متى بتسوي؟ افكر مو تدشين شيله المنتج المنتج خلي بعد المغرب اي بعد المغرب لان اتوقع في تدشين شيله بعد العشاء ايه بعد المغرب وبعد الليل الاردنيه يعني حتى انا ما راح احضر المغرب وانا بختار بس يمكن 10 دقائق بكثير حط المنتج حقي على جنب بتكلم عن موضوع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضوع العطر الطيب عرفت ثم عن مكوناته ثم اعرض المنتج امام المشاهد وخلصنا هو تقرير للشباب مو حسين ايوه زيك مو حسين طب شوف احلى شباب 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 وجهة نظر فنية إخراجية تلفزيونية أي شيء أنا شو بتشتغل المضياف راح أسوي القاعدة في المضياف يعني تكون القاعدة في المضياف هم قالوا لي إيش نسوي لك نجيب نياق نجيب دجاج نجيب بط نجيب ما أدري إيش دجاج بط هذه أوفر بس مشي يعني قالوا نجيب نياق نجيب شيء ولا نحط لمبات صفرة بس ولا إيش أنا والله لا ما فيها أخطبت. ترى واحد يجيد اللهجة الأردنية من الشباب مين ما اتوقع عبد المجيد سلام عليك قال لك صح والله ما يجيد ولا بطيخ والله قال لك انا جيت الاردنيه يا زلمه شو هالشغلاني ها شو هالشغلاني شغلاني اقول انا عارف يضرب لك مصري والله واذكر عنده كان لبس ترى قلت شفته مره عليه صوره بالانستغرام نفس الغتر اللي عند الشباب ذولك اللي ذاك الجنب بس كانت لونها مو احمر غترته حمراء غترته حمراء شوف غترته سرور شوف كيف حمراء ايش مغل يلبسه ترى شمغ الأردني نفسه نفس اللي كان عم صح ما تلبسون انتوا رصاصية دي حقت فلسطين ما تلبسون شفت قائد الفرقة جاء ذيك اليوم كيف لابسها فيها مهدب أبيض بزيادة على الجو ايه شوف اللي فيها هذه هي تلبس بطريقة لفها من تحت العقل وتطلعها رهيب تطلع يا شيخ أو تلبسها نفس ما يلبسها الملك أنا أشوف صراحة أنه شيء مختصر يعني تخليها تقريبا مدتها يعني ايش هي الليلة؟ ايه نص ساعة إلى ساعة بالنسبة لي لا نص ساعة وين؟ ما يمدي يا اخي عندي ضيوف يا رجل جايين من ضيوف تعبانك انا انا افكر انه بس احنا بس الشباب بيننا لا لو هذه كان سويتها اقول لك عندي ضيوف اثنين اعتذروا في الحين ثلاثة مثبتين بس شوف في واحد من الضيوف اللي اعتذروا وطم بولك صور بالجايين الرجال هذاك شايب فليح الجبور يعني رجال ما شاء الله كبر ابوي بالخمسينات عمره فهذا كان الله يعطيك العافية يرحم الميتين منه يرحم والديك ان شاء الله والدي مسلم المهم الرجال هذا كان بيضيف مثلا يعطيك مثلا من تراث من الماضي وايش كان في الماضي والفرق بين الماضي والحين هذه نحتاجها كنت بستفيد منه كثير خصوصا انه ما في اصلا دليل سياحي ما في شيء يعني الشباب الجايين كلهم بعمارنا تقريبا كلهم بالعشرينات يعني مستقل اكثرهم بعد عندهم بعد ثقافه مع انت تثرينا عندهم ثقافه لانهم عايشين هناك بس قصدك انت تبغى التراث القديم ابغى التراث القديم لكن برضو الجديد بما انه شاعر اكيد بيهتم بالتراث بيهتم باي شيء انا الحين عندي شو اسمه عندي في ركن كنت حسوي ركن للتراث بس صعب اوفر الشغلات هذه من الاردن اجيبها طيب اجيب مثل شغلات تراثيه نفسها واحط بركن واحط بحاجه في فراح في راح اقلب التراث ايوه في طريقه اكتب عندك انك تكتب تبحث عن صور زي اللي اجيبها دايما للتراث الاردني وتثبت في الشاشه الان بوريكم بعض الاشياء او الصناعات او مناظر من دوله الاردن وتعرض على الشاشه وتتكلم هذه عمان هذه العاصمه هذه هي على الشاشه حلوه ولا افضل اني اروح المشاهد راح اشوف حتى جبت عيد مشاهد خلي المشاهد يشوف المشاهد يشوف ولا بيشوف انا اشوف الاحلى شوف مثلا اللوكيشن انا عاجبني كثير بالمناسبه الغرفه هذه بما انها فيها تراث شوي وفيها حركات حلوه شوف اللوكيشن تبعها حلو تراث صح ترى ما استخدمت كثير في اشياء ما استخدمت كثير في الضيافه كذا ما استخدمت الضيافه كثير يمكن الصباح ما عندك مشكله خلاص تستخدم حاجيب اللهم صل على محمد نفس الصور هذه طبعها طابعة عاديه صح؟ لا طابعة صور عندي في البيت طابعة صور؟ بس تطبع الطابعة عندهم هذه احترافيه اللي عندهم احترافيه اوكي في القناه بس انت تجيب الصور دقه وحطها هنا تطلع على الكاميرات هذه تجيب الزوم تطلع واضحه صح؟ نعم
حاجيب مثلا اقول مثلا والله الحين مثلا عن مدينه البتراء، حيكون عندهم صوره البتراء، حتصير الشاشه نفسها التلفزيون تصير شباكين، شباك علي انا قاعد اشرح، شباك ثاني على ايش؟ صوره عندهم. ابد البتراء عندي جاهزه، ما عندك مشكله، عندي تقنيه البتراء وعن بحر الميت، معي فلاش في طر الاردن فيها مواقع سياحيه يمكن حول يمكن انا مجهز اكثر من 100 موقع سياحي ذيك الايام البتراء على مستوى كان عندي فقره اني بسوي فقره سياحيه لكن قالوا ممنوع الفقرات، فقلت خلنا استغلها متى باليوم الاردني. حلو، بسوي تقريبا كل مدينه بحط مثلا صورتين ثلاثه، وبحط صوره لايش؟ للركن التراث من التراث، الاجناد، الحاجات القديمه اللي كانوا يستخدموها مثلا، بحطها على جنب. الشغله هذه اما اني اعطيها للشباب يشرحوها، او اني انا طبعا ايش حلزقها واسوي ديكور حلو في الغرفه هذه، واسوي مثلا الغرفه هذه معرض. ايش رايك؟ انا والله انا بالنسبه لي عادي، بس انا تنسق لا يعني انا اقتراح اكيد بنسق مع احنا المعادات. معك يا اللي تبغاه اسمعي اشر بس وتلقانا قدامك اللي تبغاه، او خلي الشرح مثلا بينه وبين الضيوف صح؟ اساسا ما راح يجيك هنا المليان عنده شيء يعني. اي اكيد يا شيخ، بعدين اضيف كلهم مشعار مليون. الحمد لله رب العالمين. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، ما بدي اطلع من هذه كلها منك. محسن، منتظرين ابداعك. جمهورك منتظرين ابداعاتك. لا محسن بيضبطنا ان شاء الله برضه. لابس نفس طاقيتي، قلد قلود. احبك. حبك قرص. قرص كذا شو قرص؟ مش معنى القرص عندكم هالمكة؟ محسن محسن بتجيب شو اسمه اكلات شعبيه صح؟ لا اعرف القرص، انا قرص حب يعني. محسن محسن مو حب بس انه قرص. محسن بتجيب مأكولات هذه صح؟ ايش يمنيه؟ ايش تبغى فيني؟ بالله عليك ما في. جيب شو اسمه؟ ما في. سلته. سلته والمعصوب. ايش السلته اصلا؟ والله سلته. ايش السلته؟ ما تعرفها؟ اي جربت لقطه بس. قول قول ايش السلته؟ هذيك يكون في نصها حلبه ويكون فيها خبز على الجنب. لا 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 واضح انك تعرفها. لا سلته والله مثلا عند خضار. لا يا شيخ يا طبخين هذا اي خضار طبخين بعض بعدين احط حلبه في النص. جوعتوني يا الذين عرفت البصل والطماطم. محسن كان عندنا مطعم في السودان. ايوه كان عندنا مطعم في السودان كنا طبعا مدمنين عليه، تقريبا قعد 4 سنين ما في له اي منافس ما شاء الله. طباخين يمنيين والله. اكل يمني يعني. اكل يمني كله أكل يعني. تروح مثلا مندي مضغوط مدل. لا احنا مضغوط ما عنده مندي ومندي والحاجات هذه، او يروح لك الاكل الثاني سلته ومسلته معصوب حركات. ما تقوانيش، مو تبغوا معصوب لكم ما ادري قديش يا اخي، روحوا اطلبوا الاغراض من هذا مطربق. اطلبوا الاغراض وانا اسوي مطربق. طيب ولا عادي حتى الشيف منير اوكي اسوي يا حبيبي. بس انا اعرف يعني يوم السلام يوم الليل اليمنيه فاضي لكم. انا اشتي انا اشتي من خبز ملوح مفاجات. خلاص ايوه نبغى المفاجأة نحط فيها سلطة. ترى امبارح كله انا ما اكلت شيء بس ما يبغى الا البطنة ما يبغى ياكله بس من الاسر المنتجة بس امبارح والله ما اكلت شيء. اليوم ها قاعد افطر التمر. ذكرتني بالجادرية يا اسمعي قبل صارت الجادرية. سبحان الله اكثر الاجتماع الناس والزحمة وين تكون فيه؟ عند المطاعم. ما ادري ليش يا اخي عند الاكل. طب ناس تفرجوا على تحف تفرجوا كذا، رحت المطاعم ما تقدر تدخل. الان طقن طوابير عند مطعم اليمني مطعم المدرج الروماني كذا بالاردن. لما تدخل المدرج الروماني في على جنب وانت داخل على يمينك في متحف. متحف لاشياء قديمه كانوا يستخدموها. فكرت اني اروح اخذ كل الحاجات اللي فيه واجي اركب. تقتصر يا رجل اختصر. انت يعني لا لا والله والله اللوكيشن بالمناسبه حسب الامكانيات الموجوده متاحه لك. عرفت الظروف متاحه لك يعني حسب شو اسمه اللوكيشن هذا جاز لي بقوه. انا كنت طالب اني انت تقدر تطلع وتدخل. قلنا ما عليه معك قدره. انت لا تقدر ما معك جوال لا تقدر تطلع وتدخل يعني هذا الوضع. لا اقدر اجيب من الاردن ولا شيء. ما تقدر لا اقدر اجيب شيء. انا عندي شو اسمه الحطه الاردنيه شماغ الاردني موصي عليه كملي ما ادري ايش حاجات كثيره موصي عليها ما قدرت اجيبها من الاردن والله. فشوف انا اقول لك في حاجه ثانيه بين اللوكيشن هذه. كنت طالب ستاندات خشب ونحط عليها شو اسمه نجيب واحد حق ديكور. شفت حقين كوش الاعراس مع الاعراس كيف يسوون؟ يجيب لك قماش ويحطه بعدين يحط لك كرفوف بعدين يحط عليها ايش؟ لوحات فلين وعليها مطبوعه الصور هذه. بس شوف انها حتكون مو حلوه كثير صح؟ اللوكيشن هذا احسن صح؟ ما ادري والله ما ادري اللي تشوفه طعمك. شوف انت فكر فيها ايش تشوف احلى؟ خلها كذا هذه جلسة حلوة. الجلسة هذه صح؟
نقدر نشيل من هالمساند ونخليها بس. افتكرت شيء. محمود فلاح فيه؟ محمود فلاح خارج التغطية. خارج التغطية. راقد. 11 الصباح جو متأخر. راقد. مطبخ عليه وسحب المطبخ، تخيل سحب المطبخ، أخذ صفر لنفسه يمكن. تخيل. هو منصور. عبد العزيز. عبد العزيز. إرهاق والله. مين واحد مع مرابع؟ سعد الكرتن. أخي. يا اخي شو التسجيل يا اخي اللي تاخروا كذا من امس طالعين من الساعه 12 الى اليوم الساعه 10 الصباح اللحن وما اللحن وجيب وحط وسوي شيء يا اخي انت بعدها مسجل